اهلا بيكم، نورتوني وقناتي ياسمنت اليوتيوب. الحقيقه موضوع حلقتنا النهارده موضوع مؤسف. توفى الفنان سمير الاسكندراني في مستشفى النزهه الدولي بالامس. الفنان سمير الاسكندراني من مواليد 8 فبراير عام 1938، اسمه بالكامل سمير فؤاد الاسكندراني. ولد بحي الغوريه، والده كان يعمل تاجر للاساس. كان والده محبا للفن وصديق لمجموعه من كبار الشعراء والملحنين مثل زكريا احمد وبيرم التونسي واحمد رامي. الفنان سمير الاسكندراني كان يعشق اللغه الايطاليه، كما درس بكليه الفنون الجميله. قدم لنا الكثير من الاغاني المميزه. من اغانيه المميزه نخلتين في العلالي، وطلع من بيت ابوها، وابن مصر، واخترناه، وبرد الغاليه بلدي، وبرد تسلم الايادي، وبين عهدك يا غاليه، ويا صلاه الزين، وغيرها من الاغاني والاوبريتات الجميله اللي هنفضل فاكرينها. سمير الاسكندراني طردته شائعات الوفاه كثيرا، ولذلك قرر اللجوء للنائب العام، وذلك لمقاضاة كل من يروج لهذه الشائعات. أما عن وصيته الأخيرة، الفنان سمير الأسكندراني قال: أحبائي، أوصيكم بأن تتقوا الله، ولا تنسوا للحظة أن الموت آتي لا شك فيه، وأن العمر لحظة. أوصيكم بعماتكم وأعمامكم، أوصيكم بأن لا تحزنوا وأن لا تتأخروا في دفني، ولو حد زعلان مني سامحني، ولو ظلمت حد يا ريت يسامحني. بعتذر عن أي حاجة وحشة عملتها في أي حد، علشان الدنيا فانية، الدنيا مش دايما لحد، انا مش هضايق حد تاني، سامحوني واتمنى تفضلوا فاكريني بكل خير. كما كشف شقيق الفنان سمير الاسكندراني عن وصيه اخرى له. كما اوصى الفنان سمير الاسكندراني شقيقه بتشييع جثمانه من مسجد السيده نفيسه، ولذلك كان هناك اصرار على اقامه جنازته بمسجد السيده نفيسه، بالرغم من الاجراءات الاحترازيه التي اقرتها رئاسه الوزراء، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا. وتم تشييع جثمان الفنان الراحل سمير الاسكندراني من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بحضور ابنتيه نيفين ونجوى. كما شارك في أداء صلاة الجنازة الفنان هاني شاكر نقيب المهنة الموسيقية، والفنانة نادية مصطفى وأعضاء النقابة. وبكده الخبر معنا النهاردة يكون انتهى. إن شاء الله يكون لنا فيديو مخصوص عن الفنان سمير الاسكندراني وعن حياته بالتفصيل. أشكركم جدا لحسن الاستماع.